نشاهد الهدف الرابع لفائدة المنتخب الوطني. وقلت يعني اللاعبين الجزائريين انهاروا بشكل كبير. أسامة السعيدي مراوغة جميلة وهدف جميل جميل، هدف جميل ديال أسامة السعيدي اللي كيختم التألق ديالو. لاحظوا المراوغة، لاحظوا التقنيات العالية والهدف بين الأرجل ديال بولحي. 4-0 الآن لفائدة المنتخب الوطني. 4-0 لفائدة المنتخب الوطني. مقابلة أصبحنا منشغلين فيها في الجهة اليسرى ببعض السلوكات. نتمنى أنه الجمهور الجزائري